السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الأحبة من أرض معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 25 على مدار 10 أيام من يوم 12 بالشهر إلى يوم 22 بالشهر. استغلوا الفرصة عوائلنا الكريمة وتعالوا استثمروا وجود أهم المصادر من كل الدول العربية والعالمية الموجودة ب 21 دولة، وأيضا تفيد الأطفال من قرطاسية، وأيضا مواد ترفيهية موجودة للأطفال هنا بمعرض بغداد. إحنا اليوم الرابع مستمرين، راح نتعرف وياكم اليوم بجولتنا الممتعة إن شاء الله وياكم على أهم المصادر الموجودة وأيضا الشخصيات الموجودة. خلينا نبدي مع الأستاذ مرتضى. السلام عليكم. اليوم معرض بغداد يجذب أهم القراء والشخصيات اللي موجودة، بغض النظر أيضا عن العوائل اللي هي هذا المكان صار لهم مكان ترفيهي ووقته مناسب أيضا قبل الالتحاق بالمدارس. رأيك بمعرض بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الجميع وبالأخص الأحبة في قناة الأيام الفضائية. والله أنا كثير حضرت معارض إن كان في بغداد أو خارج بغداد، معارض التي تقام في الدول العربية لعل الإمكانيات هناك أكبر، لكن لمعرض بغداد هذه السنة نكهة خاصة ومختلفة وتختلف حتى عن السنين السابقة. من ناحية التنظيم أن يكون المعرض في قاعة واحدة أفضل من أن يكون متفرقا ويتوزع، نعم هذا أيضا كأنه يجعل الحميمية أكثر وتقارب الكتب والدور فيما بينها بغض النظر عن الدول المشاركة، هذا شيء جيد. الأمر الآخر أن الشعب العراقي شعب يأتي إلى المعرض لا من أجل التقاط الصور كما يشاع، بل هو شعب حقيقي يقتني الكتب. ما حصل في هذه السنة وفي السنة الماضية أن الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية والمصارف تبرعت للمواطن العراقي بأن تعال أيها المواطن لديك مبلغ من المال نضعه لك في كارت وبإمكانك اقتناء. طبعا هذه مبادرة جدا رائعة ومستمرة المبادرات على هذه الوتيرة، هذا كله يؤكد أن الشعب العراقي اليوم برغم ما جرى عليه وما يجري وما سيجري لأنه متمسك بالكتاب، شعب قارئ حقيقي، شعب مثقف، شعب يحب الجمال والسلام. خلينا نشوف شنو عندك من مصادر، أهم المصادر اللي اشتريتها لحد الآن. والله أنا يعني بعد ما اشتريت، لكن هذا هاي كتبي فعندي توقيع بعد قليل راح يكون هذا ديوان شعر اسمه الخروج من أنتاركتيكا، وديوان شعر آخر اسمه هابيل الصمت، فعندي توقيع اليوم على هامش المعرض، وعندي قراءات شعرية سأشارك به مجموعة من شعراء العرب والعراقيين. أيضا هي فرصة بأن نجتمع اليوم إحنا الذين شتتتنا السياسة أو فرقتنا الطائفة أو إلى آخرها، نجتمع اليوم ويجمعنا هذا الكتاب. شكرا لك، يجمعنا هذه الجلسة. شكرا لكم، موفقين إن شاء الله. سلامي البالغ لكادر قناة الأيام والأحبة المشاهدين. شكرا لك، موفقين. أكيد إحنا مستمرين وياكم مشاهدينا الأحبة بجولتنا هذه في معرض بغداد الدولي للكتاب، راح نتعرف على أهم الشخصيات الموجودة وأيضا إذا أشوف مختلف الفئات العمرية الموجودة. ما شاء الله حابين يستمتعون والأعداد تزداد، هذا الشيء كلش جيد. السلام عليكم، نقدر نسوي وياكم لقاء؟ تمام، مرحبا. شلونك؟ تعرف عليك؟ ميقات من بغداد. شنو هواياتك ميقات؟ احب الرسم، الشهره، احب التصاميم وهيك الشيء. شو تقصدين بالشهره؟ تريد تكونين اعلاميه مثلا؟ اعلاميه او ممثله عادي. ما شاء الله، يعني عندك شي طموح؟ اي عندي كلش كلش. جيتي قبل للكاميرا. اي كلش احب قسم التمثيل او الاعلاميه مثل ما سنتي اعلاميه، احب هيك الشيء. ان شاء الله تكونين احسن مني. ان شاء الله. عندك مشاركه هنا؟ اكو مشاركين احد جاي عليهم تمدحين؟ اختي عندها معرض مال رسم وانا جاي وياها. ما شاء الله، موفقين ان شاء الله. شكرا ميقات، موفقه، حلم ان شاء الله يتحقق يوم من الايام اشوف ميقات اعلاميه. اليوم انا وياكم مشاهدينا راح نروح الى مبادرات وايضا في للاطفال جانب مهم وللاطفال ايضا مجلات خاصه بهم. فاليوم احنا حنروح للعتبه الرضويه المباركه، عندهم اصدارات جديده فحابين ان اليوم احنا نعلن عنها من خلال قناه الايام الفضائيه، وهذه الاصدارات واسمائها واسعارها الرمزيه جدا. ليش بالضبط رايحين لهذه الاصدارات؟ لان هي مهمه وتنمي الاطفال وبيها قصص كلش مشوقه، انا من الناس راح اقتنيها واشتريها. تعالوا ويانا نتعرف على هذه الاصدارات الموجوده. السلام عليكم، في دار العصر. السلام عليكم استاذ، شلونك؟
شلون الصحة؟ حياكم الله، يا مرحبا، تشرفنا. الله يحفظكم. أنا اليوم جاية بالتحديد على الإصدارات اللي جاية من العتبة الرضوية المقدسة، يا ريت تشرح لنا عنها خاصة بالأطفال. الحقيقة هذه القصص المتنوعة نحن نستخدمها إلى الأطفال، وهناك مقولة دعيني أنه أبدأ بها: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. نحن لما نربي أطفالنا على ما تربينا عليه نحن حقيقة من بيئة إسلامية، بيئة ثقافية، الحقيقة الحال أشوف ننتج منتوج جيد بالنسبة لأجيالنا القادمة، لأن إذا تركنا أجيالنا على قولتهم على ما هم عليه سوف يندرجون إلى ثقافات يعني أخرى ربما تكون مخالفة لما نريده، مخالفة للأهواء. واليوم التلفاز حقيقة الحال موجه في اتجاهات سياسيه، حتى في افلام الكرتون نجدها موجهه يعني بامور سياسيه، امور يعني فيها نوع من التشويش الذهني، مبطنه تشوش على الطفل، تشوش الذهني على الطفل. يعني هذه ملاحظه انا الحقيقه ناشد من خلال قناتكم الالتفات الى هذا الموضوع. قنواتنا لابد انه تكون عندها نظره باتجاه الطفل، باتجاه تربيه الاطفال. على الأهالي الانتباه لأنواع الكرتون اللي موجودة والأفلام الموجودة وشنو الغاية منها، وأهم المواضيع اللي تطرح المهم جدا ننتبه عليهم. اللي فتني لون مع الشهداء، شهداء قادة النصر، وهذا تلوين كلش حلو. شوف هذا التلوين حقيقة يشجع الأطفال، وطبعا شكل رمزي، هو 2000 دينار، لكن ربما ننزل تخفيض إذا جانا طفل أو كذا ننزله، يعني هو بسوي ب 1500. إحنا هذا التلوين حقيقة الحال هو يشجع الطفل على الكسب والرسم والتقوية وكذا، والتثقيف بالشخصية المقصودة يعني صراحة. الرسومات اللي موجودة رسومات جديدة، يعني لأنه تعرف الطفل يحب التنويع، ورسوم هذه كلش لطيفة ويحبوها الأطفال، دائما ينجذبون. أخوة في الروضة يعني الحقيقة يعني في الروضة المقدسة ارتأوا بأنه تكون هكذا أمور هي قريبة من الطفل. قلتش يعني احنا لابد انه نشجع اطفالنا على الامور الاسلاميه، على قادتنا لازم ياخذ شويه ايدهم. بارك الله بكم وبجهودكم وعلى نشر مثل هذه التوعيه لاطفالنا، فهذه دعوه لكم مشاهدينا، تعالوا لدار العصر في سيتو، موجوده هذه اللوح المجلات وايضا باسعار رمزيه مثل ما وعدنا الاستاذ، راح هي سعرها 2000 وبتخفيض ممكن تصير على اقل من هذا السعر اذا اخذتوا مجموعه. موفقين، شكرا جزيلا. يلا خلينا ننتقل لمكان ثاني بجولتنا الممتعة ونتعرف على ناس جدد اليوم، احنا مستمتعين وياكم. شوفوا هنا زخم، خلينا نشوف مصورنا شكو هنا. يا السلام عليكم. السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شنو تشترون؟ نعم، شنو تشترون هاي الاطفال؟ البيبيز. حياتي، شنو اسمك؟ شو اسمها؟ يويو. يمان. يمان. يمان يويو. يمان، شنو تشترين؟ هاي تحب هاي الاشياء زين؟ انت بدون ما تاخذين رايي، ايش قد عمرها؟ سنتين. ممكن على الكاميرا؟ عمرها سنتين. بدك تشتري لها شنو الاشياء اللي تهتم بيها؟ هي مهتمه، هي اخذتها. هي اخذتها، هي تحب هاي يعني بعدها هسه بدت مرحله تتعلم الالوان، الارقام، الحيوانات اشكالهن. مع انه انت ام حريصه، اليوم جيتي تشتري لها اهم الاشياء الموجوده هنا، تريد تنطلق هسه تروح. انطينا مجال ماما يمان، انطينا مجال شويه. حياتي بدوي، الله يحفظك اياها. اشكرك. بعد شنو تحبين تشتري لها اليمان؟ والله اني من العام اجيت من هنا اخذت الشغلات اللي كان اكو، اخذت من هذا يطلع اصوات الحيوانات، هي كلش حبتها وقامت تتعلم اصوات الحيوانات. هاي قد عمرها العام كان سنه؟ عام سنه. فهالسنه جيت على نفس المكان لانه يعني لاحظت انه هي هاي الاشياء فادتها وبدت تتعلم من عندها. هذا اللي طلع اصوات؟ هذا. يلا خلي اقتني انا لبنتي. اي هو هيك تدوسين مثلا. شلون اسعارهم؟ والله اسعار يعني وسط مع التعلم لا شيء، صحيح؟ اي وسط، بس الجوده كلش زينه. اي الجوده يعني الاوراق مالته ما تشكشك. انت ايش شنو اشتريتي وبعد ما مشتري؟ بعدني انا اول شيء اطفال شيء يمان. بعدين ندور لنا. الله يحفظ لك اياها، شنونه جدا، شكرا لمشاركتك. مثل هذه الام النموذجيه اللي تحب انه اكيد تطور بنتها بعمر السنتين، الله يحفظها ما شاء الله، من عمر السنه بدت وياها. فهي دعوه لكم لكل الاعمار موجوده، حتى من صفر، من صفر اكو بعض الرسوم اللي هي تكون بالاسود والابيض لعوائلنا، اكيد موجوده بالبوثات اللي اول يوم احنا اذا تتابعين ويانا وشوفوا حلقاتنا على اليوتيوب رحنا لهم وتعرفنا على النماذج الموجوده من عمر صفر الى سنه، ومثل موجود بهذا البوث اللبناني ايضا بكل الاعمار من عمر سنه فما فوق. هسه احنا راح نتوجه وياكم
إن شاء الله للعتبة العسكرية المقدسة ونعرف أهم الإصدارات اللي موجودة وأهم الأشياء اللي طرحت في جناح العتبة العسكرية، لأن من واجبنا اليوم نتعرف على العتبات، لأنه هم بدون مقابل وبدون أصلاً أسعارهم كلش رمزية، والبعض يمكن تهدى للناس وهدفهم هم التوعية. لذلك من واجبنا اليوم إحنا نخصص لهم وقت في برنامجنا وفي تغطيتنا. خير وجليس، السلام عليكم. تعرف على حضرتك؟ عبد الحميد السهلاني، مسؤول جناح العتبة العسكرية المقدسة. نتعرف على أهم ما موجود في جناح العتبة العسكرية المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا منها بضرورة رفد الساحة المعرفية والثقافية، تشارك العتبة العسكرية المقدسة بباقة من إصداراتها المتنوعة في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته 25، حيث تضمنت المشاركة إصدارات متنوعة منها الفقهية، الدينية، الثقافية، التاريخية، الأرشيفية، وكذلك مجلات علمية محكمة تصدر عن مركز تراث سامراء التابع للعتبة العسكرية المقدسة. شرحنا قبل شوية، أخذت فكرة أنا عن الموجود بتاريخ سامراء وغيرها، ممكن تشرح لنا أكثر على هذه المصادر؟ بالحقيقة اهتم مركز تراث سامراء بنشر معظم الإرث الخاص بالأئمة عليهم السلام، أئمة سامراء، كذلك إرث المدينة وتاريخها، حيث هناك مجلة علمية محكمة خاصة بتراث سامراء تهتم ببعض مواضيع التراثية للمدينة وتراث أئمتها. كذلك هناك مجموعة إصدارات أرشيفية من الأرشيف الوثائق العثماني الذي كان مسيطر آنذاك على مدينة سامراء، ويبين بعض القضايا اللي انذكرت في الأرشيف الوثائقي العثماني. ذكرت لهم أني أسعار جدا رمزية، هذه اللوحة، هاي لوحة الأسعار 2003، يمكن أكثر شيء 7، والسبعة هذا مجموعة الرجالة والتاريخية للشيخ أغا بزر. أي نعم. غيرها من الأسعار الرمزية جدا. هنا المرمار هنا المقتنيات اللي هي عزيزة جدا، يعني هاي متخلوها للبركة بالبيت، وأنتم مبدعين طبعا بالرسوم عليها. شرح لنا على المرمار. طبعا هذا المرمر الذي يستبدل من الحرم المطهر والأروقة الحرم المجاورة للحرم، تعرفين بعض الأحيان تصير عمليات صيانة، عمليات استبدال لبعض القطع المتضررة داخل الحرم، تستثمر في ورشة CNC التابعة للعتبة العسكرية المقدسة، حيث تصاغ بهذه الكيفية اللي تشوفوها أمامكم بأسعار رمزية طبعا على قدر يعني كلفة إنشائها، يستفادون منها المؤمنين بالتبرك مثل ما تفضلتي، توضع للبركة في البيت، بعضها يصاغ كخاتم أو قلادة حسب شكرا لجهودكم ووجودكم في معرض بغداد، ممنونة جدا. خلي مشاهدينا ننتقل وياكم إلى المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. السلام عليكم. اهلا ومرحبا، حيدر الخليسي ممثل المستشارية الثقافية للجمهورية. استاذ حيدر، في كل عام احنا نلتقي بيك، ووجود المستشارية الثقافية الإيرانية حاضر بكل الـ يعني المعارض الموجودة في بغداد، هذا تميز لكم ما شاء الله. اليوم شنو بجعبتكم، شنو موجود بالجناح وإضافاتكم الجديدة؟ أنتم بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في معرض بغداد الدولي لدورته 25 بمجموعة من الإصدارات يصل عددها إلى 480 إصدار في مختلف مجال العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى العلوم يعني السياحية والفن. ما يميز جناحنا في هذه السنة هو وجود جناح خاص بالجامعات الإيرانية. عملنا دعوة لخمس جامعات إيرانية لغرض تسجيل الطلاب العراقيين فيها. من ضمن هذه الجامعات هي جامعة العلوم الطبية في طهران، وجامعة شهر كورد، وجامعة إيلام، بالإضافة إلى جامعة قم. مخصصين حتى أيام للتقديم. طبعا باعتبار كان المعرض يعني التحضير له من قبل الجامعات سريع ويحتاج إلى يعني بعض التحضيرات، فسوينا كل يومين إلى جامعة من الجامعات كدعوة. طبعا في السنة الماضية أيضا كانت الدراسة في إيران كجناح مستقل يمثل يعني لحضور زوار المعرض للتسجيل. في هذه السنة كان ضمن نشاط المستشارية الثقافية أيضا هذا الجناح،
بالإضافة إلى وجود نشاطات أخرى مثل جائزة الأربعين العالمية. هذه السنة العاشرة جامعة الأربعين العالمية، طبعا تتعلق بالأعمال الفنية والأدبية، الشعر والقصة وكتابة الرواية أو يوميات السفر. طبعا للتنويه أنه تنتهي المسابقة أو تقديم الأعمال في المسابقة لغاية يوم 30/11 من سنة 2024. موفقين. يتكلمون عربي الأخوة من الجامعات الإيرانية؟ أكيد أكون هناك موفد من قبل الجامعات يتكلم، نقدر نتكلم وياهم. يلا خلينا ننتقل للجامعات. تقريبا خمس جامعات من إيران، هذه لأول مرة عن طريق المستشارية الثقافية اللي يحب يقدم للجامعات. السلام عليكم، نقدر نتكلم وياكم؟ تفضلي هنا يا أستاذ. يتكلم عربي؟ لا إنجليزي. أوكي، أنت اشرح لنا عن للمشاهد حتى يفهم المشاهد عن الجامعات. درمود دانشگاه اگه میتونید یک صحبتی رو انجام بدی، حالا منم به عربی آره میتونید شما صحبت کنید. سلام علیکم. We are here from Tehran University of Medical Sciences. This is the second year that we are joining this exhibition. So we would like to just introduce our university to the applicants and the students from Iraq and hope to receive good and talented students from Iraq. السلام عليكم. طبعا احنا جامعة طهران للعلوم الطبية، هاي السنة الثانية على التوالي اللي نشارك احنا بالمعرض من قبل تحت اشراف المستشارية الثقافية الإيرانية، وحاليا راح نشرح نبضة عن جامعة طهران للعلوم الطبية باختصار عن الجامعة ان شاء الله. Okay, Tehran University of Medical Sciences is the oldest and most well-known medical university in Iran. It's a high-rank medical university. Our world rank is about 400 in Shanghai system, and in QS it's about 300 world rank. So we already have about 2,000 international students from 51 different countries, including Iraqian students. And we'll be happy to have more students from your country. Especially, we are offering about 200 different majors, all in medical sciences, and it's a good opportunity to have more collaboration between two countries. طبعا جامعة طهران للعلوم الطبية تعتبر من أقدم وأفضل الجامعات على المستوى، سواء في الجمهورية الإسلامية أو في جامعات اللي بقارة آسيا. تصنيف العالمي يكون 401 ضمن تصنيف شنغهاي، وأيضا في خصوص تصنيف الكيو اس يكون 300. حاليا احنا بدنا نتعامل مع أكثر من 51 دولة حول العالم، بدنا نستقطب الطلاب، من ضمنها أغلبية الطلاب دي يكونوا من الدولة الشقيقة العراق. ونعم بأعداد هائلة وفق نظام تعليمي جيد، على هذا الأساس بدنا نرتب كل التفاصيل والأمور، ومستعدين لاستقبال جميع الطلبة العراقيين في عدة تخصصات مع منح دراسية. Okay, well, about the scholarship, we have some talented scholarships for top rank students, for those who are really professional. And we try to give as much as possible a scholarship to those who are willing to join us and they have good mark from the school or from the universities. طبعا مخصصين انه بعض المقاعد لمجموعه من الطلبه اللي يكونون ذات قدره عاليه ويملكون درجات بامتياز، سواء في دراسات الاوليه او دراسات العليا. راح يتم تخصيص بعض المقاعد بشكل منحه كامله 100%، وايضا موفرين بعض المنح والتخفيضات الحصريه هم لبقيه الطلبه اللي حابين انه يقدموا. فقين ثانك يو سو ماتش. خلينا ننتقل وياكم مشاهدينا الى العتبه الكاظميه المقدسه، فيها ارشيف تاريخي وبها اهم المقتنيات، راح نتعرف عليها اكثر ونعرف اهم ما موجود في جناح العتبه الكاظميه المقدسه. السلام عليكم استاذ. تعرف عليك. السلام ورحمه الله وبركاته. كرار عباس ابراهيم من مركز الكاظميه لاحياء التراث التابع للعتبه الكاظميه المقدسه. نوهت انه موجود اليوم التراث الكاظمي موجود، ممكن تشرح لنا اهم المقتنيات التراثيه الموجوده في الجناح؟ بداية أهلا وسهلا بكم بجناح العتبة الكاظمية المقدسة. يشتمل جناح العتبة الكاظمية المقدسة على مشاركة قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، وأيضا مركز الكاظمية لإحياء التراث، اللي يشتمل مركز الكاظمية لإحياء التراث على مجموعة قيمة من أرشيف الصحف العراقية الذي يبدأ من عام 1917 من جريدة العرب والزوراء إلى
إلى وقتنا هذا الحالي كلها مؤرشفة طبعا، هذه يقدر أكثر من 30,000 عدد من الجرائد العراقية، كلها مؤرشفة ورقيا وإلكترونيا وموضوعيا، وأقصد بموضوعيا بما يخص تراث وتاريخ مدينة الكاظمية المقدسة ورجالاتها. أيضا يشتمل قسم الثاني من الصحافة العراقية، شيء أكيد لها وجود، يعني العملات القديمة اللي موجودة مثل ما تعرفون هي جزء لا يتجزأ من تراث وتاريخ العراق بصورة عامة. أيضا لدينا جزء من العملات أو النقود اللي تعود للحقبة الملكية من تاريخ العراق اللي تبدأ من عام 1932 إلى عام 1958. صور مراحل إنشاء العتبة المقدسة. نحن في جناح العتبة الكاظمية المقدسة عرضنا العديد من الصور التي تمثل تاريخ مدينة الكاظمية وتاريخ المشهد الكاظمي الشريف، وأيضا بعض جزئيات الحياة الاجتماعية في مدينة الكاظمية. عرضنا صور لأول مدرسة في مدينة الكاظمية المقدسة، هي مدرسة المفيدة الأهلية، وأيضا عرضنا بعض الصور التي رسمت بفرشات مستشرقين ورسامين زاروا المدينة الكاظمية المقدسة ورسموها، وأيضا بعض الطوابع النقدية التي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي التي رسمت بيد أحد الضباط أو أخت الضابط الإنجليزي بالعراق فلورنس تيشزمان اللي هي أخت الضابط الإنجليزي بالعراق مثل ما تفضلت حضرتك، رسمت يظهر بها المشهد الكاظمي الشريف وكذلك بعض جوانب الحياة الاجتماعية. بارك الله بكم مشاهدينا. في جناح العتبة في كتاب مذهب، هذا كتاب سلاح العابدين وأنيس الذاكرين للسيد عبد الله شبر، هذا مذهب مشاهدينا، مذهب شقد قيمته شقد تتوقعون؟ هذا بغير مكان يمكن 25,000، هنا يبيش ب6,000 مو صحيح؟ نعم. 6,000 بغير مكان ب25,000، هنا ب6,000 موجود بالعتبة الكاظمية المقدسة. اقتنوه، أنا من الناس راح اقتني لأنه هذا كنز، كنز سلاح العابدين، بيها من أهم المكارم الأخلاق، بيها أيضا نماذج من الصحيفة السجادية بشرح لي مفصل إلها. أشكركم وأحييكم على هذه الأسعار، شكرا جزيلا. أكيد إحنا مستمرين وياكم مشاهدينا الأحبة، ننتقل إلى مكان ثاني راح نتعرف أيضا عن هذا البوث الخاص للعتبة الرضوية المقدسة وأهم الإصدارات اللي موجودة به مع الأخت. السلام عليكم ست، تعرف على حضرتك. امال صباح، من قسم ست من قسم العتبه الرضويه. يا اهلا بك. اليوم انت مخصصه على جناح نعم اطفال، وكذلك عندنا جناح خاص بالكتب الدينيه والحوزويه. هالجناح خاص للاطفال تنميه، اكثر شيء تنميه يعني احساس كالالوان، كذلك انه يعني هاي العيون مثلا مسؤوله عن انه الطفل يجذب نظره. صحيح. هاي قسم الأطفال يعني قسم من عنده جايين لأن مكان ما يوسع، يعني واحد يجيب كل المنشورات والشغلات اللي عندنا. وكذلك هاي القسم لا، عندنا الشغلات العقائدية الأخلاقية الكافي وغيرها من العلوم الحوزوية والدينية. أنا سألت على السعر قلت هي 4.25. نعم. نعم. هذا أوفر إنا لو بصورة عامة. هاي الجميع، ما قلت إذا يعني مجموعة كاملة يصير تخفيض بالسعر. إيه نعم، لأن هي أصلا تجي مجموعات فالمفرد يعني يصير بخلل. موجود كل ايضا على المصادر اكو تخفيض. إيه نعم. الهدف هو إيه نعم. مو ربحي، الهدف انه نشر ثقافات انشاء يعني بين الدول، بين مثلا ايران عراق وغيرها. اكيد، واحنا موجوده مصادر هنا قيمه جدا. إيه نعم. لايران والباحثين عنها من طلاب، انا دا اشوفهم اليوم كلش مستمتعين وفرحانين كلش الحمد لله. يعني عندك مثلا هذا نعم. هاي النسخه من القران اللي بالضبط تشوفيه يعني مخطوطه بماء ذهب، يعني شيء نادر. هذه مخطوطه بالذهب، شيء نادر، وانه اصلا يعني ترجع الزمن المغول، كاتبه سلطان ابراهيم بخط ايده ودازها يعني كهديه. يا ما شاء الله كانت نسخ يعني 5 نسخ تقريبا. هاي بقت اصلا اخر يعني اخر نسخه، يعني هديتها هي اصلا يعني منك جايه ب 250,000 عراقي. نعم. فيعني هي اصلا يعني ما تتقيم، بس هي اللي مكتوبه بماء ذهب. الطبع والنشر يعني هم اكثر شيء الى يعني جهه ثقافيه، نشر ثقافات كما قلنا سابقا، يعني مو كسعر. هاي كم نسخه؟ هي تقريبا هاي 5 نسخه والاخيره. والاخيره ما شاء الله. ما شاء الله، اي من ظهر لحد الان خلصوا ما شاء الله. ما شاء الله. ماكو بعد نسخه.
لا مو سعيد الحظ ياخذ اخر نسخه. اللي ياخذها بعد هو السعيد الحظ ان شاء الله. احنا سعيدين بوجودكم، اضافه جميله قلبي حياتي. الله يحفظكم. موافقين في العاب ايضا تنميه فكريه للاطفال موجوده، المقتنيات هذه الفيروزيات موجوده ايضا بالعتبه الرضويه المقدسه. تعالوا هنا موجوده ب خلينا نشوف مكانها N6. انتقل الى جامعه المصطفى مصورنا جامعه المصطفى العالميه. السلام عليكم، شلون الصحه؟ ممكن تعرف عليكم؟ الله يسلمك، الله يحفظكم. يا اهلا وسهلا، كرار الخفاجي مدير جراح جامعه المصطفى. جامعه المصطفى فيها الاف من الطلاب العراقيين وهي من المفضلات للدراسه، شرح بالتفصيل عن ما موجود في جناحكم الخاص بالجامعه. احنا جامعه المصطفى العالميه المتخصصه في علوم الاسلاميه والانسانيه. توجه الجامعة هو بحثي في الإسلامي، الدراسات الإسلامية التخصصية منها الدكتوراه والماجستير، وعندنا ما يقارب 800 طالب، 10 مدارس حوزوية تحت إشراف جامعة المصطفى، منها الحوزات النسوية والرجالية، في جميع المحافظات كربلاء، النجف، بغداد، البصرة. أهم المصادر الموجودة اليوم تفيد الباحث خاصة بالدراسات الإسلامية؟ طبعا اهم شيء تكون الدراسات هي اكاديميه ومتخصصه في تخصصات مثلا تفسير علوم القران، اصول الفقه، العقائد، هذه التخصصات، علم الكلام، كل هذا موجود عندنا احنا. واسعارها شلون تكون؟ مدعومه عندكم عروض؟ اي اكيد، احنا اصلا احنا متخصصين في دعم النتاجات مالتنا. هذه الاصدارات الموجوده موجوده عندنا هسه الان بس باللغه العربيه ما يقارب 300 عنوان وكلها مدعومة من الجامعة. يعني إذا كان الكتاب سعره 5000 دينار ممكن الطالب يجي ياخذه بنصف 50%. مع ذلك عندنا عرض لنتاجات الجامعة من الأطروحات الدكتوراه والماجستير في هاي الرسائل الموجودة. أسعارها هذه الأطروحة؟ هذه للإطلاع. للإطلاع. ممكن يجي للجامعة المكتبة ياخذ المصادر اللي هو يحتاجها. أكيد. شكرا، موفقين. شكرا لكم. السلام عليكم. شلونك؟ شلونك سيد؟ شنو اخبارك؟ اليوم شهاب اكيد حاضره وموجوده بكل المشاركات بمعارضنا، نتعرف اليوم عن ما موجود في جناح قناه شهاب. اهلا وسهلا بكم. يعني مثل كل مره احنا انتم دائما تجون متفضلين تصورونا. قناه شهاب الفضائيه حاضره في جميع المعارض اللي تصير في بغداد وفي المحافظات. اليوم مشاركتنا احنا بجناحين لمؤسسة الهدى قناة شهاب الفضائية وأيضا لمدينة الحلم، مدينة حلم الأطفال باعتبارها تابعة لقناة شهاب الفضائية. اليوم عندنا طبعا نشاطاتنا متنوعة، إصداراتنا متنوعة، مجلة شهاب وقصص شهاب، وعندنا القرطاسية الماركة البراند مالتنا الخاصة، بالإضافة إلى مثل ما تشوفون حضراتكم جناح الرسم الحر. إحنا نتعمد أنه رسائلنا الاجتماعية والإسلامية ننميها في عقل الطفل، نرسم له رسومات معينة هو يلونها بما تملي عليه يعني فهمه البسيط، شوي نريد نحرره من الموبايل وتقييد الموبايل. تعرفون حضراتكم اليوم الاستخدام الموبايل حيل مأثر على الطفل، فالرسم شوية ينطيه مساحة من الحرية، ينطيه مساحة من الإبداع ومن التفكير. يعني دائما الرسم والالوان هي تنطي مساحه فكريه اضافيه للطفل. خلينا صور القدس. نعم. التفاته جميل. عندنا رساله نوصلها للطفل انه القدس هي يعني عاصمه فلسطين اللي اغتصبوها الصهاينه، فهيك اشياء او هيك مبادرات راح تترسخ في ذهن الطفل من هو يلون بعد ما ينسى انه هاي مسجد الاقصى، انه هذا القدس اللي هي عاصمة فلسطين اغتصبت من قبل الصهاينة إلى آخره. طبعا وعندنا أيضا رسومات أخرى حتى ما يصير ملل عند الطفل، رسومات أخرى عن فلسطين حتى نرسخ بهذه الحقيقة. يعني أسعاركم تعرفون أنه أغلب اليوم الأطفال جايين وعوائل عروضات ويحبون القناة وجايين عليها. احنا بالحقيقة احنا مؤسسة الهدى اللي تابعة لقناة شهاب مؤسسة ثقافية غير ربحية، احنا غايتنا مو الربح. احنا اليوم تشوفون الاصدارات والمجلات هي نبيعها بسعر التكلفه، يعني ما راح نربح عليها، احنا مجرد احنا عندنا مجرد عندنا ربح، يعني ربحنا هو ثقافه الناس ونشر الثقافه عند الناس والوعي عند الطفل، وهذا ربحنا الحقيقي. خلينا نشوف هذا القرصان. هذا القرصان صغير، شنو اسمه؟
شنو اسمك ماما؟ تمار. شنو؟ تمار. تمار شنو ده ترسم؟ هاي شنو؟ شنو هاي؟ هاي القدس. هذه القدس. هذا يا لون هذا؟ أصفر. إن إنجليش تعرفه؟ يلو. 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 شكرا تمار. هذه اللون بقى هنا بعد أنا ما أعرفهم ولا لعبوا وياهم. هذه قناة شهاب دائما اللي يعني تغير شوية ترفح عن أطفالنا. السلام عليكم يوم الله يساعدك. أساعدك؟ مشتري هواي كتب؟ يعني شو تحبين تقرين؟ أنا فضولي أريد أعرف. أي شيء يعني خاصة الكتب الدينية. يعني شو اشتريتي كتب دينية؟ يعني أنا شوف خلي شوف هواي ما شاء الله. هذا الكتاب؟ بصي صايره موفقه ماما. شكرا جزيلا. ام تقرا ما شاء الله الله يحفظها يا ربي. السلام عليكم. نقدر نتعرف عليكم؟ اسم مكتبه ابو سعيده وثائقيه العامه من مصر. من وين؟ من العراق. ها النجف. بس الاسم ابو سعيده ابالي مصري. هو لقب. ها منو؟ لقب جدا القديم. هو سيد موسى وسيد حسين ابو سعيده الموسوي. هذا مؤسسها مكتبه مطالعه عامه في النجف الاشرف. أهم الإصدارات الموجودة دينية وغيرها مواضيع مختلفة. يعني هي تختص بالوثائق والأنساب. علم الدراية ورجال السيد أيضا. صح. نعم هاي كل مؤلفات السيد والمراقد أيضا. المراقد اختصاص السيد. أكيد الباحثين بالدراسات معينة يجون عليكم على مصادر. أي نعم نعم. المصادر نتعرفين شوية بحث يعني مو هين يعني مو سهل البحث. فيجينا الباحث يريد معلومة دقيقة من عندنا. يتوجه لمكتبتنا. مخطوطات وثائق. كل سنة تشاركون؟ اي نعم هاي السنة السابعة تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. سنة على سنة شنو يتغير بمعرض بغداد برأيكم؟ يعني الدور تختلف يعني اكو دور جديدة اكو دور ما تجي غيرها فهجس. اي نعم نعم. تستفادون من الدول الأخرى من تلك؟ اكيد اكيد اكيد. يا ناحية تستفادون منه وانتم عندكم دار؟ تعارف تبادل كتب تبادل علاقات مثل ما نقول يعني. هذا هو هدفنا أكيد. حتى بعض العوائل تعرفوا على يمكن يسألون على دار معين مصري. نعم. أو عربي وين فلان. صح. وهاي الكتب مرات ما حصلوا فهي فرصة للمعرض مثل الرشاق مثلا ما حصلوا. أسعاركم شلون؟ والله صعنا في شيء يعني كل شيء مناسبة يعني. أكو عروض؟ لا نعم عندنا سهل عرض يمكم. آه. هذا اللي أبحث عنه دائما. أقول لهم خلي نقرأ. أكو عرض يجذب دائما من تكتبون. أكو دور ما مخلين هذه اللوحات. شنو هذا الكتاب؟ ها بحر الأنساب. ثلاث أجزاء هذا طباعة بيروتية. احنا سعرنا كلش مدعوم. هذا سعرفات 12,000 بينما بالمكاتب خارج المعرض 25 أو 30 يعني دور قضية ربحية. صحيح. احنا لا بالعكس نريد القارئ يستفاد من المعلومة يقدر يشتري الكتاب. فهذا عرضنا احنا يعني عندنا بعد يعني موسوعات على 10 على 15. ما شاء الله موفقين. شكرا لكم ولجهودكم. المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام من إيران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تعرف عليكم. الله يسلمك ورحمة الله دي. احنا المجمع العالمي لأهل البيت في يعني المركز الثقافي ما في قم بس المركز الأصلي في طهران. انت تعبان. الآن قبل لا أجي افتريت وطلعت. أنا لازم أطلع قبل لا نطلع الجو. شفتكم دا ترتبون وخليتوا تسعيرة. يعني أنتوا اليوم جيتوا؟ لا حسب يعني المخابر خابرنا بها الإيران فقالونا اليوم شكل أسعار نزلوه تقريبا 50. دا أشوفكم اشتغلون 50% فنزلنا كلهن تقريبا 50% عرض خاص. يعني هسه هذا زمن الحسين بألف دينار؟ بألف دينار. بألف صرقت تحكي؟ لا بالعكس يعني أنه سعر زهيد وكلش يعني مناسب. حلو عشتيتكم. يعني هو هدفهم المجمع بأنه نشر معارف أهل البيت. سلام الله عليك. يعني أغلب الكتب هنا صار هذا بشكيت الصحوة. الصحوة مجلد تقريب 5000 غالينغور تقريبا 900 صفحة ب 5000 دينار. الأسعار هنا صارت بالمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام بأوفر ب 50% العرض. وايضا يمكن اللي يشتري اكثر هم تنزلون. هدفكم وربحي. تفضل هنا يا استاذ. خلي بعد نعرف اهم المصادر الموجوده ممكن تذكر لنا اياها. لان المصادر الموجوده هذا عندنا كشف الغمه. نعم. اربع مجلدات ب 20,000 دينار. زين. عندنا ذاك اهل البيت من كتاب اعيان الشيعة هم ب 20,000 دينار 5 مجلدات. نعم. عندنا هذا
أعلام الهداية 14 مجلد، فمقسمين مسوي يعني بشكل طابعي 7 مجلدات ب 35، كان سعره ب 70,000. هذه فرصة لكل القراء الدراسات الإسلامية والحابين اللي يتعرفون أكثر، وموجودة أيضا بصفحتكم هذا العرض موجود، وموجودة بي أن 9 أين هذا موجود؟ أي شنو؟ نبأ نبأ هذا هو مكانهم، موجود على السوشيال ميديا، تقدرون تدخلون واستغلوا الفرصة، راح يكون الأوفر 50% تقريبا أكثر من 7,000 كتاب بسبع لغات، من الإنجليزي، العربي، الفرنسي، فارسي، تركي، أردو وإسباني، واللغة العربية مالته فوق 2400 كتاب، يعني هم المجموعة مالتنا وهم 5 مؤسسات مشاركة بهذا العمل. يعني كتب تقدرون تنزلوهن بإمكانية بحث سيرش، أي كتاب، يعني أكثرية الكتب الموجودة بإيران بأسعار مناسبة جدا جدا جدا، صورة مجانية طبعا. التطبيق موجود. أنا أشكرك، عشت إيدكم ومباركة جهودكم، وهذا العرض أتمنى لكل قناة الأيام خدمتكم، موجودة على السوشيال ميديا وإن شاء الله نتواصل وياكم. نعم تابعة وين؟ هي ببغداد أي أكيد، إحنا ببغداد موجود. نعم يلا ننتقل إلى دار الدعاء. السلام عليكم. يا أهلا بيك، تعرف عليك؟ أحمد بن البصر. المقتنيات الموجودة هنا هي قرآن اختصاص، بس مصاحف اختصاصي بس. شنو الاختلافات؟ اختلافات الأحجام، الطبعات تختلف، الورق، هاي كلها اختلافات. والأسعار هدايتها ايش قد؟ الأسعار تبدي منخفضة الأحجام الصغيرة وتصاعد، يعني حسب الطباعة وحسب القياس. دار الدعاء فقط في البصرة؟ بصرة. وجيتونا بصرة تقولوا بلا آه. اي آه. بصرة. اي البصرة. اي. ما شاء الله كلها حلوة ممتعة وجميلة، يعني واحد يشوفها يكون بعض منها هذه هدايا. هدايا هدايا. الإقبال شلون أنت تشوفها بالمعرض؟ لا والله الإقبال كلش كبير الحمد لله، كلش حلو. الناس دا تشتري يعني؟ اي تشتري، اي الحمد لله، اي اكو اقبال، اكو ناس تسوق، وهاي كل سنه تشاركون هنا؟ كل سنه. اي شنو رايك هذا العام بهذه الدوره ال 25؟ والله هاي السنه 25 اشوف اقبال اكثر، اي الحمد لله، يعني اشوف اقبال كبير اكثر من السنين الماضيه. ايوه. يمكن المبادرات المجانيه كثرت، موجوده 3 مبادرات موجوده هنا الساعه 5 في محافظه بغداد، رحت اكدت الساعه 5 يكون اسئله وينطون كوبون 25,000، اتمنى عوائلنا يجون بهذا الوقت حتى يحصلون مجاني. موفق، شكرا، نسألكم الدعاء دار الدعاء. الله يحفظكم. السلام عليكم، نقدر نسولف وياكم؟ شلونك استاذ؟ تعرف عليك؟ لا لا عفوا. يلا الله يحفظكم عادي. السلام عليكم. مكتب اي دار تراتيل، تعرف عليكم؟ عليكم السلام، دار تراتيل نجف الأشهر. اهم الاصدارات الموجوده؟ أهم الإصدارات عندنا كلمة إمام الحسين، نفس المطمئنة، العفو، نداء النفس، من وحي كربلاء، شرح الخطبة. هذه إصدارات 2024 جديدة لو؟ 2024 نعم. عندنا إصدارات 2024 نداء القصد، و شو اسمه هذا الإصدار الجديد مع الميسر من أحكام القرآن. يعني احنا عندنا خصم خاص الكتاب 2000 دينار. نعم. ايضا اكو 5 كتب 10,000. 5 كتب ب 10,000 وعرض خاص، سعر الكتاب الكل دني على 2000. حب القلب سعره 1000 دينار، يعني هذا العرض. نعم. هذا عن شنو يتحدث هذا الكتاب؟ هذا ابحاث قرآنيه، معرفه دينيه، الحب القلب من المعرفه الدينيه. نعم. هذا كتاب بألف شيء كنز. والله واي عروض وهواية، ممكن أنا شفت اليوم وايد الناس اللي تشتري، لازم عروض لأنه حتى الراعي دعم القراء. خاصة الشباب. شكرا لكم، الله يحفظكم في دار تراتيل، موفقين. تفضل. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. تعرف عليك؟
تشتغل هنا؟ والله انا عامل، يعني اشتغل بالعربانه. يا عيني الله يرزقك. كتب شلون الشغل؟ الحمد لله هم باب رزق لكم. اي والله اي والله. هم ايش اشتغلت خلال هاي الاربع سنين؟ من النجف. احنا جايين من النجف قبل الافتتاحيه باربع ايام تقريبا. اي اشتغلت نفتح الكتب او نطبب بالعربانه هنا. ايه وتبقى كم ساعه تشتغل؟ هو نطلع من 9 الصبح تقريبا من الفندق، فندقنا بالكاظميه مجرين لحد العاشره. ايش قد عددكم؟ احنا جايين احنا ولد عمي تقريبا 5 نفر او 6. كل العمال هنا عراقيين؟ طبعا ماكو واحد. لا لا ما. غير دولة. لا لا. بس عراقيين. اي هذه منين انتم شلون قدرتوا تشتغلون هنا؟ يعني احنا من زمان من 2018 معارض اربيف سليمانيه قضية تروحوا تسوي تشتغلون. اي هو فتره كل سنه تقريبا ينفتح مرتين. اي والله هذا رزقكم. الحمد لله الله يرزقك يا رب. شكرا لك الله يحفظك. يعني يقولون العمالة أجنبية. متحف الكتب نقدر نتعرف عليكم؟ تفضل هناي. السلام عليكم. وسهلا عبد الله. اهلا وسهلا بك. ممكن نتعرف على الجناح الخاص بكم؟ شنو موجودة المصادر؟ اي نعم احنا دار عراقي، دار متحف الكتب. اغلب منشوراتنا هي دراسات وثائقية عن المؤامرة الكونية وأسرار العالم للباحث العراقي هاشم المختار طبعا، وعندنا ايضا بعض الروايات، وبنفس الوقت احنا وكلاء لدار تشكيل المصري. عندكم يعني مصادر مصريه هسه موجوده؟ اي احنا كتبنا متنوعه وهوايه، عندنا كتب يعني بمختلف المجالات، الفلسفه، التاريخ، الروايات، التنميه البشريه، علم النفس. الشباب ينجذبون لهيش نوع من الكتب؟ طبعا شوف اكو اقبال. لا اكو اقبال كبير على من ناحية الشباب على الروايات، على التنمية، وهسه بيجي حتى الشباب جاي يحبون كتب الدراسات، جاي يهتمون بها. اي حسب اختصاص ما منوع تشوف؟ لا يعني كل انسان ويرغب الكتاب اللي يعجبه. اكو ناس يحبون بس الروايات، يقول لك انا الرواية استمتع بها. اكو ناس تحب الدراسات، اكو ناس تحب كتب الاقتصاد. اكو ناس. شلون اسعاركم؟ يعني مو سوية مختلفة، لكن خلينا نقول من 10 وفوق، من سعر 10,000 وفوق. أنت تقرأ؟ طبعًا. أكيد صاحب دار لازم يقرأ. آخر كتاب قرأته؟ الأسرار الباطنية لهاشم المختار. هذا صدر. مو ترويج. لا مو ترويج. نحن مروجين هواي عليه. الأسرار الباطنية لهاشم المختار جدا حلو، يحكي على هو دراسة على كتاب قديم صدر عام 1888 لمدام هيلينا. هاي كانت باحثة ثيوصوفية من روسيا، قدمت كتاب اسمه العقيدة السرية. هذا الكتاب 4 مجلدات كبير ولغته كلش صعبة. فهاشم المختار شو يسوي؟ يبسط لنا اياه ويقدم لنا تعليقات ايضا عليه، فهو راح ايضا بعض الافكار اللي عنده هو ما راح يوافق بها وراح يوضح لنا اياه بصورة وجهة نظره ايضا بالكتاب. شكرا لك. شكرا. موفقين وربي يرزقكم. نشوف هنا ممكن لقاء وياك. السلام عليكم. اوكي مرحبا بنات، ممكن لقاء وياكم، تعرف عليكم؟ لا براحتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تعرف عليكم؟ محمد عثمان. من وين؟ من مصر؟ من سوريا. سوريا. يا اهلا. عندكم هنا دار وين؟ ايه انا دار موزايك الدراسات والنشر. اهم عرفنا عن الدار، انا ما جيتكم، اجيكم. ايه اهلا وسهلا فيك. نحن اي 11 لدينا اصدارات من الادب العالمي، ترجمات للادب العالمي لاهم الادباء العالميين الاتراك والعالميين. لدينا في الدراسات ايضا دراسات فلسفيه، دراسات تاريخيه، ويعني تشكيلة جيدة من الكتب الروائيين العرب أيضاً. شاركون كل عام في المعارض؟ شاركنا في دورة قبل السابقة. أنت تقرأ الكتب؟ طبعاً كل الكتب أنا أقرأ. آخر كتاب قرأته؟ آخر كتاب قرأته هي رواية مترجمة اسمها مذكرات فتاة ميتة، يعني ترجمناها نحن، ترجمناها إلى اللغة العربية من اللغة الكندية. موجودة عندكم هسه؟ موجودة نعم. كم سعرها؟ 10,000 دينار تقريباً. شلون الاقبال تشوفوه على معرض بغداد؟ هلا يبدو انه يعني هناك جمهور جيد، لكن الان خجول، يعني الشراء رايت خجول، يعني نسبه للمعارض الاخرى التي يعني نحن نشارك بها. يعني تقصد دول اخرى يعني؟ نعم نعم، يعني بالنسبه للدول الاخرى يعني نحن نشارك بجميع المعارض العربيه على الاطلاق، يعني فيعني الجمهور جيد حقيقه، لكن لا اعرف هناك يعني ربما الاسعار غاليه، رغم اننا قدمنا حسم يصل ل 40% على اسعار الكتب. شكرا ممنون. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا جدا. السلام عليكم، نقدر نسولف وياكم؟ انا ما اسولف. ما تسولف؟ مسولفين؟ يلا عادي براحتكم. السلام عليكم. شلونك؟ تعرف عليك؟ بس المش... خالد علي. خالد شنو اشتريت؟ يعني خليني اشوف شو عندك. بالنسبة احنا اشترينا، يعني انا اشتريت كتب مال اطفال، زين، تربية اسلامية. اصدقائي خليني اشوفها موجودة عندك لاطفالك؟
ايش كذا عمر اطفال؟ اعمار يعني شبابيه 12 اي 15 مراهقي تربويه كتب تربويه تربويه هذه واحد ادواتنا الاخرى وهذه سلسله هي متكونه من 12 جزء بس ذني حاليا مطبوعه باللغه العربيه فقط اربعه هذه بمن اشتريتهم؟ عن دار من عتبه الرضاويه اي موجود عندهم عندهم منتجات كلش حلوه جميله بالفعل هي مناسبه للاعمار اللي تفضل الاعمار يعني عندهم اعمار يعني كلش من 10 سنوات وفما فوق وش قد اسعارها كانت؟ يعني رمزيه تقريبا نقدر نقول رمزيه يعني اللي هذه السلسله كلها اشتريتها ب 10 انت تقرا؟ انا يعني نوعا ما اخر كتاب قريته؟ او اول باختصاصي اي علم النفس الاسلامي علم النفس الاسلامي الاستاذ حسيني من الجمهوريه منا موفق شكرا اكيد الاب يقرا الاولاد يقراوا شكرا لك تعال السلام عليكم الله يسعدك الله هلا وميت كل ما تعبان لا والله شلون الشغل والله الشغل رحمه من رب العالمين بوجود تعال فرصه لك ورزق لك كل سنه نشوفه موجود خطيه صحيح. اي يشتغل وما تعبان يعني انت تبقى 10 ايام تبقى من الصبح الى ساعه والله من 10 الصبح لحد 10 بالليل يا عيني الله, الله يرزقك الله يديك حياك الله الله يرزقك شكرا جزيلا السلام عليكم تعرف عليكم الدكتور طلال ابو عفيفه من اتحاد الكتاب والادباء الفلسطينيين يا اهلا على راسي شلونكم ان شاء الله بخير كيف الحال الحال هو الحال لكن احنا فخورين انه احنا موجودين في معرض بغداد الدولي هذا المعرض التاريخي المعروف في العراق خاصة أن العراق هي بلد الثقافة والأدب والنهضة الفكرية منذ قرون ولذلك إحنا كاتحاد كتاب فلسطينيين مشاركتنا هذه هي الأولى منذ عشرات السنوات ولذلك نحن فخورين أننا موجودين هنا إحنا نفتخر بوجودكم إحنا نفتخر بكم وذلك لنقل الرواية الفلسطينية والمعاناة الفلسطينية والألم الفلسطيني من خلال مؤلفاتنا في هذا المعرض من مجموعات قصصية وروايات ودوين شعر وكتب تاريخية اذكر أن أهم المؤلفات الفلسطينية الموجودة عندكم عندنا عشرات المؤلفات عندنا روايات بعض الكتاب الفلسطينيين السوريين كحميد وفي عندنا مجموعة قصائد ل كثيرة موجودة مصادر نعم. يعني كثير هذه دعوة لكم مشاهدينا لاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين أن 14 موجودة به مختلف المصادر اللي ذكرها الدكتور بأسعار طبيعية جدا فلسطين تحتاج الدعم ومحتاجين دعمكم لهذا البث الخاص اللي موجود هنا بأن 14 تعالوا الاتحاد الأدباء الفلسطيني ممنونة لوجودكم نفتخر بوجودكم شكرا جزيلا لكم الله يحفظكم أكيد مشاهدينا وصلنا وياكم للختام استمتعنا تعرفنا على أهم المصادر الموجودة هاي دعوة لكم لا تفوتوها تعالوا كل يوم من الساعة 10 الصبح إلى 10 بالليل في أرض معرض بغداد الدولي للكتاب كانت وياكم نور العلي شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء